السلام عليكم و شخباركم، لباس عليكم. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. صراحه الفيديو ديال اليوم ما كنتش غادا نديرو، ما كانش في الحسبان وما كنتش متوقع نهائيا انني غادي غنهضر في يعني في شي موضوع بحال هكا ولا شي فيديو غنديرو بهذا النوع. ولكن الظروف حتمت عليا انني نخرج اليوم وندوي ونهضر في هذا الفيديو، لان صراحه موضوع ليس بالهين، موضوع خطير، الخطوره ديالو كتشكل في انه كيشكل يعني تهديد على الحياه ديال الاسره باكملها بما فيها الاب الام الاولاد. لهذا ما قدرش نسكت، وكان ضروري انني ندير هذه الخرجه هذه واخا غير متوقعه، باش ندلي اولا بالراي ديالي في الموضوع، ثانيا باش نشهد شهاده ديال الحق في حق يعني الانسان المعني بالامر اللي هو محمد تحفه. صراحة هذا النهار هذا في الصباح فقت، وكما العادة كنتصفح مجموعة من يعني صفحات كنشوف شنو واقع من أخبار، وبحالي بحال يعني أيها الناس، بان لي في النوتيفيكيشن بلي محمد تحفة خارج لايف. دخلت نتفرج بحالي بحال كاع المتابعين ديالو، فإذا بي أفاجأ أو أصدم بالموضوع ديال اللايف، أنه صراحة هو حاليا كيتواجد بالمغرب، والزوجة ديالو اتصلت به هذا الصباح هذا كتبكي لأن اتصلوا به دي سي اف، وهما واحد ديبارتمنت ولا ديبارتمون اللي خاصة بحماية الأطفال هنايا في أمريكان، على اساس انهم توصلوا ببلاغ مفاده ان شي حد كان ديجا جا عنده للدار، كيعرفوا مزيان جا عنده للدار وشاف باللي تحفه كيتحرش بالبنت ديالو ياسمين، البنت الصغيره اللي العمر ديالها مازال ما وصلش 3 سنين. صراحه فاش سمعت هاد الهضره هذه قسما بالله الا الحمد ديالي تشوك عليا، تصدمت ان زعما اتيل بوين لهاد الدرجه ان الانسان يحقد عليك حتى لهاد الدرجه هذه، شي حاجه اللي ما كيتقبلهاش العقل البشري. المهم بقيت كنتصنت، سمعت باللي حاليا تحفه كيتواجد في المغرب في المدينه ديالو بين والديه وخوتو وحبابه وصحابه، ولكن هو كيف ما كيقولها بعظمه لسانه ارون فيل سيف، هو لا يحس بالامان، هو ما حش براسه انه في امان. يعني هو جالس اولا عكروا عليه الصفو ديال الفاكيشن ديالو ولا العطله ديالو وسط عائلته وخوتو، ثانيا ان السيد الدماغ ديالو شتتوه ليه، شكون هادو جهه معينه مجهوله اكس جاد نوز، ربي بوحدو اللي عارف شكون هما هاد الناس هادو اللي محال واش يكونوا ناس الانسان باش انه يوصل ويمس يعني يمسك في العرض ديالك، يمسك يبغي يشوه لك السمعه ديالك، يبغي اديك في اقرب الناس ليك اللي هما ولادك، يشتت لك عائلتك، يشتت لك الشمل. صراحه هذا محا حاشا واش نسميوه انسان، لان حتى هاد السميه هذه بزاف عليه. هذا من جهه، من جهه اخرى بغيت نقول لتحفه ان من هذا المنبر بغيت نقول ليه الحمد لله اننا كنتواجدوا بدوله الحق والقانون، الحمد لله اننا في دوله المؤسسات، ماشي غير اللي جاور ما عليك باطل فوالا غادي يدخلك للحبس، الامور ما كتكونش هكا، سينو غادي يكون اي واحد ما كنحملوش حطيناه في الدماغ ديالنا نمشيو نقيدو به نحطو عليه باطل يزجوا به في السجن.
او لا فايس فيرسا العكس صحيح، سيطاني اي واحد ما كيحملناش يحط علينا باطل، فاذا بينا النكست داي كنلقاو راسنا راه حنايا بين القضبان. ماشي هكا توردوا الابل. هاد الشيء هذا تحفة، دير في بالك انك يعني دائما الانسان فاش كيكون معروف او لا مشهور كتكون مسلطة عليه الاضواء، خصوصا انك داك المسار التحريري اللي انت يا اختاريتي ولا التوجه اللي انت يا غادي فيه كيخلي ان بزاف ديال الجهات كيبقاو قانين عليك. ما تديرش ما تخافش، ومن هذا المنبر مرة اخرى بغيت نقول لكاع الناس اللي عزيز عليهم تحفة، الناس اللي كيعرفوا تحفة، الناس اللي كيعرفوا عن قرب او يعني غير من السوشيال ميديا، باللي هذا السيد هذا انا غادي نشهد فيه شهادة حق، كنعرفو اكثر من 10 سنين دابا. اولا اشتغلنا بجوج واحد المدة، ثانيا كتربطني به صداقة متينة، ثالثا صديق مقرب جدا للعائلة، راجلي لخوتي، حتى من امي كتعرفو، عقوسي كتجي لهنايا كتعرفو، امي كتعرفو، كانت ماشية مع بعضياتنا، كنعرف الزوجة ديالو خديجة، كنعرف ولادو كاملين الكبار الصغار، البنية ديالو، الوليد ديالو اللي يالله تزاد. يعني انا تحفة ماشي شي واحد اللي غريب عليا اللي غادي زعما غنشوف شي حاجة بحال هكا وغادي نرجع للور، سي لو مينيموم، يعني هذا لا مواندغ دي شوز انني نخرج ونقول في حقه نشهد في حقه هذه الشهاده هذه، لان هذا السيد انتم اللي كتعرفوا عليه كيضحك وكينشط وولد النكته والدعابه، راه خصكم تعاشروا معاه عن قرب وتشوفوا راه الموت ديال الضحك يقتل بالضحك، التصفيه ديال الضحك راه مازال فاش كيكون خارج لايف او لا فاش كيصور شي حاجه راه كيديرها وكيزير شويه كينقص من هنا ومن هنا، خصكم تعاشروا معاه وتشوفوا راه غير الضحك والنشاط والتقشبيل، راه ما كتسخاش بالجماعه ديالو والجلسه ديالو. ونعم الزوج دائما كيشهد مرتو، خديجة 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 خديجة، مرضي والدي، مرضي مامتو فاطمة الزمورية وبا الله يرحمه وخوتو، نعم الأب، ولادو راه كيبداو يتزافطوا معاه بحال شي صاحبهم، بحال دري مازال صغير، قدهم قدو، راه كيركبوا له هكا فوق كتافو، واحد هنا واحد هنايا، ولادو تزادوا في الميريكان وكيهضروا بالعربيه بطلاقه، كيمشيو كيقراو القران، كيقراو في مدرسه اسلاميه. يعني هاد تهم باطله 100%. ما كنهضرش عن فراغ، كنهضر عن يعني عشرة. انا تعاشرت مع هذا السيد وعرفته، كنعرفو كيف ما كنعرف راسي مزيان، الله يعمر ليه الدار. انا ماشي كان يعني جلسه كنصبغ ولا كنجير، انا كنقول الحقيقه ولا اخاف في الحق لومة لائم. هذا ما كان بغيت نقول لكم كاملين، اي واحد شاف هذا الفيديو ما ينساش يبارطاجيه على اوسع نطاق، وصلوا يعني هاد الشيء اللي كيتعرض ليه تحفة حاليا، يعني لجميع الناس سواء يوتيوبرز على السوشيال ميديا على الصفحات الفيسبوك انستغرام تويتر في سناب شات في ورلز يعني في الجروبات. هاد السيد هذا صراحه حنا ما كنشوفو منه كيقتلنا غير بالضحك، كتشوف يعني كتشوف التحفه اوتوماتيكمون مقرون بالضحك، راه ما كتقدرش، انا راه مي كيحمقها كيسطيها بالضحك، ما يمكنش يكون شي لايف طالع فيه تحفه وما تفرجش فيه. وخوتي كاملين سيد الله يعمر ليه الدار، الله يعمرها دار، الله يعمرها سلعه صراحه. واخا نعيا ما نقول فيه، ما غاديش نقول داك الشيء اللي خاصني، ما غنقدرش نعبر على كيفاش انا داك السيد عزيز عليا.
اللهم تعالى يكون معاه ومع عائلته مع مرته مع وليداته، الله يحفظهم ليه الهلي، يورينا فيهم شي مكروه، الله يخلي لهم صحيحتهم، والله يخليهم ديما مجموعين، والله يخلي لكل واحد وليداته ويخلي ليه صحيحته. وهذا ما كان يعني صراحة عمرني ما توقعت راسي أنا نخرج بشي فيديو من هذا النوع هذا، ولكن اضطرتني الظروف أنني ندير هذا الفيديو. كنتمنى منكم كاملين مرة أخرى يوتيوبرز أو لا ناس فيسبوكيين ولا إنستغرامرز ولا أي واحد تفرج في هذا الفيديو يبارطاجي على أوسع نطاق، وشكرا، وراني كنحضر لكم الجديد. ستاي تيوند، مع السلامة.